يواجه غزل الرمل النادر في العراق معركة قاسية من أجل البقاء. هذا الحيوان الجميل والذي يعد من كنوز الطبيعة العراقية يصارع الجوع والعطش في محميته ليصبح مهددا بالانقراض بسبب الإهمال الحكومي. الآن المحمية تعاني معاناة شديدة نتيجة قلة الأعلاف. مياه طبعا أحب أن أنوه عن هذا الموضوع أنه المياه متوفرة للمحمية، يعني بعد حفر بئر وعلى الطاقة الشمسية، لكن الأعلاف اللي نشكو من عندها حقيقة يعني جهود بعض المزارعين الخيرين، قدرنا أنه نمشي الأمور بالمحمية كأعلاف بالحيوانات بالحد الأدنى، يعني حد الكفاف لا يفي بالغرض من الناحية الاقتصادية. مخاطبات كثيرة جدا تمت مع وزارة الزراعة، لم تأتينا استجابة لحد الآن بإنقاذ هذه المحمية من وتوفير الأعلاف. عدم التخصيصات المالية لهذه المحمية، ويتوجب على وزارة الزراعة الاهتمام بهذا الموضوع، ولا سيما كذلك الحكومة المركزية باعتبار هذا النوع النادر من الغزلان يعتبر الوحيد والفريد في محافظة ميسان. هذه محمية الريم في محافظة ميسان، والتي تعد ملاذا لحوالي 450 غزالا من هذا النوع النادر، لكن المحمية تواجه تحديات هائلة، فالكهرباء مقطوعة والعلف غير متوفر، مما يعرض حياة الغزلان للخطر. يعني مشاكلنا تقريبا انه الكهرباء اهم مشكلة، الكهرباء والطريق، هذني اذا يعتبر هذني ديمومة المشروع، كذلك التخصيصات المالية القليلة جدا. هو إعادة توطين غزال الريم العراقي بعد عمليات الصيد الجائر ولجوء تلك الحيوانات إلى الحدود العراقية الإيرانية، وبالفعل تم جلب عدد من الغزلان من محمية المساد بواقع 25 غزال بواقع 20 من الإناث وخمسة من الذكور في يوم 26/9/2012. بدأ العمل بالمشروع من ذلك التاريخ، من تاريخ 2012، بقلة التخصيصات المالية لهذا المشروع. ويواجه غزال الريم العراقي مستقبلا غامضا، فيما أطلق ناشطون ومهتمون بالشأن البيئي حملة على مواقع التواصل للمطالبة بحماية غزال الريم وتوفير الأعلاف اللازمة لهذه الحيوانات وتحسين الظروف في المحمية وتحويلها إلى موطن آمن يحميها من الانقراض. من ميسان، حسن الرسام، قناة التغيير.